معاني بهم أجواء العزم. في جميع الحضور الإخوة والأخوات، أمي أم محمد وزوجي أم عمر وأولادي وبناتي، التي يقف على رأسها أخونا وحبيبنا الشيخ كمال الخطيب، والمرابطين والمرابطات في القدس ينقلون لكم تحياتهم. ما رأيكم أن تدخلون إلى حورة؟ لما تدخل حورة؟ قالوا أعوذ بالله، ممنوع. لن نخاف السجون في يوم من الأيام. إخوانا قضيتها في سجن يسمى رامون، وهو في جنوب أرضنا المباركة قريب من قطاع غزة، وقضيتها لوحدي بما يعرف بالسجن الانفرادي أو العزل. معنى ذلك أنك ملزم أن تعيش لوحدك في غرفة لوحدك طوال الوقت، ممنوع أن تختلط بأي أسير، ممنوع أن تصافح أي أسير، ممنوع أن تأخذ من أي أسير طعام أو تعطي أي أسير طعام، ممنوع، كل شيء ممنوع لوحدك. وطبعا هذا النظام هو نظام فيه تعذيب، فيه حصار، فيه إشعار للإنسان أنه مقطوع بالمطلق عن العالم، أن سجن العزل هو عقوبة للأسير وعقوبة لأهل الأسير كذلك. ولذلك حقيقة يجب أن يكون هناك جهود مكثفة على صعيد إعلامي وسياسي وشعبي تطالب بإلغاء هذا النوع من الأسر الانفرادي. الحمد لله رب العالمين، خلال الأشهر التي عشتها في رامون كانت لي فرصة أن أتحدث عبر النوافذ مع كثير من الأسرى، أسرى من الضفة الغربية وحتى أسرى من قطاع غزة، أصحاب محكوميات عالية جدا، منهم من هو محكوم 9 مؤبدات، ومنهم من مضى عليه في السجن 14 عام، ليسوا على استعداد أن يساوموا على الحقوق الإسلامية أو العربية والفلسطينية. الحمد لله رب العالمين، ليسوا على استعداد أن يظهروا نوع من الانكسار ونوع من الذل والضعف، هم شامخون كالجبال بحمد الله رب العالمين. طبعا لم يكن هناك تعذيب جسدي، ولكن كانت هناك مطاردة بكل معنى الكلمة، أستطيع أن أسميها مطاردة دينية ومطاردة سياسية شديدة جدا. من خلال التحقيقات المكثفة التي كانت معي، مرة من قبل أجهزة شرطة ومرة من قبل أجهزة مخابرات، وكذلك كان هناك نوع من التعذيب المتواصل وهو التعكير على حياة الأسير بكثرة التفتيش للغرفة التي كنت فيها. يعني في بعض الأحيان كان التفتيش يتم في ساعات الصباح الباكر، تدخل قوة كبيرة تفتش كل الغرفة وتخلط كل ما في الغرفة. في بعض الأحيان كانوا يأتون بعد أن نصلي صلاة العشاء، أيضا يخلطون كل الغرفة. في بعض الأحيان منعوا عني وصول الصحف لفترة طويلة جداً.